مرحبا وكيف الحال؟ أهلا وسهلا فيكم، معكم خالد الأحمد من عمان. إن شاء الله قريبا حشوفوني بغزة، يعني إن الله راد خلال شهر الزمان. اليوم رح نحكي عن الإعلام الاجتماعي بالنسبة للناس اللي عندهم المشاريع الريادية. فحنحكي تقريبا لمدة 20 دقيقة، أنا مش حاسبها فبنشوف هنا. هي أوكي، هلا بحسبها. اللي حنحكي اليوم عن ايش هي الاعلام الاجتماعي، شو هي منصات التواصل الاجتماعي، وكيف ممكن تفيدكم، وكيف ممكن تعرفوا كل نقطة فيها بحيث انه تعطيكم الفائدة الكبرى. فأول شيء لازم نعرف انه ايش هي احصائيات بعض منصات التواصل الاجتماعي. عندنا بالفيسبوك تقريبا هو يعتبر اوكي. فأول شيء لازم نعرفه انه كل منصة اجتماعية هي عبارة عن بلد لحالها، موجودة فيها شعبها، جمهورها، ولغتها، وكل بلد ناسها والطبيعة تبعتهم تختلف عن البلد الأخرى. من المنطلق هذا ما بنقدر إحنا نجيب نفس الرسالة أو نفس المحتوى ونحطه على كل منصة نفس الشكل، فلازم كل منصة المحتوى نغير فيه شوية. في إشي هون بيمشي هون ما بيمشيش، هون إحنا بنحكي مع ناس بفئة عمرية صغرى، هون نحكي مع ناس مثلا بيشتغلوا بشركات. فمهم جدا انه احسب حساب كل منصه قبل ما انشر فيها. فايش يعني؟ خلينا نحكي عنهم منصه منصه. فمثلا منصه الفيسبوك، الفيسبوك يعتبر الحوت الازرق. يعني ايش؟ يعني هو اكبر منصه موجوده في العالم، تقريبا صار هلا قريبا من المليارين، 1.9 مليار و900 مليون، وهلا هو اكبر منصه واكبر بلد لو اعتبرنا يعني مستخدمينه كمواطنين. يعتبر اكبر بلد، اكبر من الصين، اكبر من الهند. وهو بشوف كل منصه جديده بتطلع بحاول يشتريها يعني ياكلها، او بحاول انه يخلق خاصيه عنده جديده عشان تنافس المنصه هذه. فمثلا زي ما شفنا بسناب شات صار يطلع مثلا الرسائل الخاصة اللي لها وقت زمني معين. وأهم شغلة طلعها اللي هي الفيسبوك لايف، وكمان الستوريز. فهو سوى ستوريز على المنصات تبعونه كلها، الانبوكس تبعه على الانستغرام، على الواتساب، وعلى الفيسبوك، تطبيق الفيسبوك الأصلي تبعه. ما نجحت بكل المنصات اللي طلعها، نجحت بس نجاح كبير بالانستغرام. وكمان السناب شات راحوا public IPO قبل تقريبا اقل من شهر، وقبل يومين نزل انهم هم خسروا تقريبا مليارين من التحديات اللي بواجهوها من الفيسبوك. الفيسبوك يعني كبير جدا، واللي بيختلف فيه عن المنصات الاخرى انه بيضلوا يجدد في حاله. هلا السؤال المهم، مين الجمهور المتواجد على الفيسبوك؟ الجمهور المتواجد على الفيسبوك هو كل الناس. فموجود انا وانت وزمايلنا وجيراننا واهلنا واصدقائنا القدامى ومعظم مدراء وموظفي الشركات. طيب موجود بكل بلدان؟ ممكن ببلاد الشام وشمال افريقيا، البلاد التي تعنينا، بكون فيها الفيسبوك يعتبر المنصه الاوليه، اكبر منصه في كل بلد هذول. بالخليج لا، متواجدين عنده اكثر بالتويتر والانستغرام والسناب شات. فهلا حكينا احنا عن الفيسبوك. الفيسبوك لما واحد ينزل بوست على الفيسبوك، المنشور هذا لازم نعرف ايش الخواص تبعته. فاول اشي لازم نعرف انه عمر البوست على الفيسبوك تقريبا الى 3 ساعات. فلما نزل شغلي انا بعرف انه بكون الحياة تبعتها تقريبا الى 3 ساعات. اذا كانت نشطة وفي تفاعل عالي كتير، لا بتروح اكتر، بتوصل لها 24 ساعة 48 ساعة. انواع الفيسبوك، الحسابات على الفيسبوك، في عنا حساب شخصي، وفي عنا حسابات الجروبس، وفي عنا صفحات. الصفحات هي الوحيدة اللي بتقدر تسوي عليها اعلانات وترويج مدفوع على اساس انه تزيد من الانتشار تبع المنشور تبعك. سؤال هنا، اذا احنا نزلنا بوست واحد على الصفحة تبعتنا والصفحة فيه عليها 100 معجب، كم شخص من هذول المعجبين بشوف المنشور تبعنا؟
جوابا للسؤال هو عبارة عن 2%. فالفيسبوك في عندهم شغلة اسمها الأورجانيك ريتش، يعني عندهم شغلة اسمها الإيدج رانك، عندهم شغلة اسمها الانتشار المجاني. ايش هي؟ الفيسبوك بيحكي اذا انا نشرت كل صفحة جبت لكم اياها لعندكم راح يصير كل التايم لاين تبعكم عبارة عن دعايات. فانا عشان يعني اساعدكم وعشان انا اسوي فلوس راح ابعت فقط ل 2% من التوتال المعجبين تبعون الصفحة. ليش؟ على اساس انه يحمينا من السبام، وعلى اساس انه هدول ال 2% بكونوا في يوم او باخر عملوا تفاعل على الصفحة. عشان هيك عملوا تفاعل على الصفحة بجيبهم بجيب لهم الفيسبوك المادة اللي عندهم. الفيسبوك شغال على ديسكفري. ايش يعني؟ يعني ان الفيسبوك بجيب لك اللي بدك اياه، فبشوف انت ايش اهتماماتك، ايش الديموغرافيكس تبعونك، وحسب هاي الشغلات بجيب لك المنشور او المحتوى او المادة او البوست. وهذا بالنسبة للفيسبوك. هنحكي شوية عن انستغرام. الانستغرام مين متواجد عليه؟ متواجدين عليه اللي هم الاشخاص المهتمين بنمط الحياة باللايف ستايل، اللي هي الرياضة، الصحة، الاكل، الفاشن، الميك اب، هدول المصورين، وفي بعض الموسيقى كمان. فهدول الناس متواجدين بكثرة على الانستغرام. انستغرام يعني تطبيق للصور وفيها فلاتر حلوة كتير. الفيسبوك اشتراها اعتقد ب 2014. طلعت اشاعة وتقارير انه في فئة عمرية كبيرة من الفيسبوك عم بيهربوا وبيهاجروا للانستغرام. راح الفيسبوك اشترى الانستغرام اعتقد ببليون مليار. فالانستغرام بيعتمد كتير على الصور، ايش بتنزل الصور، وبيعتمد على الهاشتاجز. في استخدام الهاشتاج بالانستغرام فعال جدا بطريقة قوية جدا. عندنا التطبيق الثالث اللي هو تويتر. تويتر نرجع شوي للانستغرام. انستغرام فيها هلا بالعالم 700 مليون حساب على الانستغرام متواجد في العالم. بعديه بيجي التويتر. تويتر عندهم 328 مليون حساب نشط في العالم. متواجدين عليه مش نخبويين، يعتبروا نخبويين، مش بالارقام الكبيره زي الانستغرام، ولكن ناس نخبويين اللي هم الصحفيين والسياسيين وقاده الفكر والمشاهير. التويتر قوي جدا لانه هو من اوائل المنصات الاجتماعيه، واكثر من خاصيه بالتويتر كانت موجوده واخذها الفيسبوك والانستغرام وغيره. فمثلا الات اللي هو المنشن بدات بالتويتر، الهاشتاج بدا بالتويتر، فكل هاي الشغلات بدأت بتويتر واخذوها الناس الثانيين. واخر شيء عندنا لينكدين. لينكدين منصة معتبرها زي الفيسبوك، بس بدل ما تكون سوشيال بتكون بروفيشنال. فالناس متواجدين عليها لا كلهم بيشتغلوا، ونوعية الحديث والخطاب والتواصل فيها شوي بروفيشنال اكثر من الفيسبوك. فهذول هم المنصات المهمة بالنسبة للرياديين. ولازم نعرف انه كل منصة مين ناسها، وانا مين التارجت تبعي، انا مين الجمهور المستهدف تبعي، وعلى اساسه بروح على المنصه الملائمه. انا دائما بحكي انه مهم جدا للبراند وخصوصا للرياديين اذا عندهم مشروع انه يدوروا على يوزر نيم. في احنا بكل حساب على السوشيال ميديا عندنا يوزر نيم اللي هو باليو ار ال، وفي عندنا الاكونت نيم. فاليوزر نيم يكون نفس اليوزر نيم بكل المنصات. وفي بعض الادوات بتساعدنا انه نبحث عن الشغله هاي. فمثلا في اداه اسمها او موقع اسمه noemknowem.com. فالنوم شو بسوي؟ بتروح هناك بتحكي له انا بدي اليوزر نيم هذا وين موجود، وين متاح، وين غير متاح. ففرجيك بسوي لك جرد على كل المنصات، بحكي لك هذا متاح لك، ممكن تاخده بالفيسبوك، باللينكد ان، بتويتر، بالانستغرام وغيره، او ماخوذ بمنصات اخرى، وعلى اساسه بتقرر انه هذا اليوزر نيم مناسب لنا ولا لا. فاليوزر نيم مهم جدا لكم، ويكون نفس اليوزر نيم بكل المنصات. الصوره مهمه جدا، فاللوجو تبعكم، او اذا كنت مثلا انت البراند تبعك اللي هو انت شخصك، يعني الصوره تبعتك تكون دائما مربعه وتكون هيد شوت، يعني اذا ما يكون بادي شوت يكون هيد شوت تقريبا. ودائما طول يساوي العرض.
كل منصة إلها قياس مختلف، فمثلاً الإنستغرام 110 ب 110، ريكومندد يكون 500 ب 500، أعتقد التويتر 180 ب 180 وخلافه. السيت اب اللي هو الإعدادات الصحيحة لكل حساب لكم على كل منصة مهم جداً، فقبل ما نفكر كيف نجيب متابعين، كيف نزيد التفاعل على الصفحة، لازم الإعدادات تكون صحيحة من أولها، فلازم اليوزر نيم يكون صحيح، المسمى تبع الحساب يكون صحيح، الصورة صحيحة، النبذة عنا تكون مهمة جدا، النبذة تكون يعني تقريبا يكون فيها اسم المشروع تبعنا، اسم القطاع ممكن، ويكون في call to action، يعني يكون في توجيه للناس مثلا، وأنواع التوجيه تختلف من مشروع إلى آخر، يعني إنه مثلا شاركوا معنا الحصول على مجلتنا الشهرية مثلا، عشان سبعتوا لكم إيميلاتكم، بتحطوا إيميل معين إنه الناس يبعتوا كل إيميلاتهم أو يسجلوا معكم. So الإعدادات بتكون مهمة جدا. شو الوقت هلا؟ صار لنا تقريبا 11 دقيقة، ممتاز. فهلا خلينا ندخل ببعض النصائح اللي ممكن تساعدنا إحنا كرياديين. في عنا أول نصيحة اللي هي استراتيجية الرصد. مهم جدا يكون في عندي listening plan. فأنا كريادي أو كمشروع ريادي متواجد على السوشيال ميديا، مهم أني أنا أسمع لبعض الكلمات اللي هي بتعبر عني، فلازم أنا أكون واعي بتواجدي على منصات الإعلام الاجتماعي. فبرصد ثلاث أنواع كلمات. أول نوع الكلمة اللي لها دخل في الاسم تبع المشروع تبعي، أوكي، أو اسم صاحب المشروع. فأي حدا بدور علي أو حكى عني أو كتب عني، مهم جدا أن أنا أسمع يوصلني تنبيه بهالموضوع وأروح أتفاعل معه، أشكره أو أشوف شو مشكلته. تاني نوع مهم أني أنا أرصد معظم الحسابات اللي هي بتمثل حسابات المتشابهة زي حساباتي مثلا، أو المشاريع المتشابهة زي مشاريعي أو المنافسة. وبالطريقة هذه بصير أنا أعرف أنه إذا صارت معهم مشكلة عشان ما اتعلم منها عشان اتفاداها في المستقبل، ما اوقع نفس المشكله، او اذا سووا قصه نجاح اني اتعلم منها وتلهمني كيف اني انا ممكن اسوي شغله يعني مش زيها بالضبط، بس اني ابني عليها واسوي شغله الي تكون قصه نجاح. واخر شيء مهم جدا اني ارصد كل المصادر الغنيه في مجال عملي. فأنا مثلاً إذا كان مجال عملي مثلاً الرياضة أو مثلاً التطوع، مهم جداً أعرف إيش هي مصادر اللي بتنشر محتوى غني جداً بنفس قطاع العمل بشكل دائم. فأنا برصد هاي المصادر بحطها عندي، فبصير عندي زي بنك محتوى، كل يوم أنا في عندي قائمة من أغنى المصادر في العالم اللي بتنزل مقالات، بتنزل تغريدات، بتنزل بوستات، وأشوف أنا المعلومات الجديدة بتنزل كل يوم، وبأخذ لي معلومة معلومتين وبنزلها أنا من عندي بطريقتي، إما بترجمها إما بحطها عندي بالبراند صورة تبعتي، وكمان بعطيهم كريدت بحكي إنه هاي جت من المصدر هذا مثلا. فهاي خطة الرصد مهمة جدا، وكمان خطة المحتوى. فايش يعني خطه محتوى؟ احنا للاسف يعني نحكي لازم نكون متواجدين على منصات الاعلام الاجتماعي، بس لا، نكون متواجدين ولكن متواجدين بطريقه غير صحيحه. فاحنا بنروح على المنصات هذه وبننزل وبننشر بطريقه تقليديه، هذا خطا. الصحيح انه لازم يكون في عندنا ثلاث انواع محتوى اللي احنا ممكن ننزل فيه. اول نوع محتوى اللي هو محتوى اللي بيحكي عن البراند تبعنا، وهذا لازم يكون اقل نسبه نشر. احنا لازم ننشر عن المنتج، عن الخدمه تبعتنا، ولكن بطريقه غير مباشره. احنا لازم ننشر عن الفائده من الخدمه او الفائده من المنتج تبعنا. احنا بنشوف ايش الفائده، ليش الناس بندور على كلمه واي، ليش الناس لازم يشتروا المنتج، ليش الناس لازم يستخدموا الخدمه تبعتنا، وبنشوف ايش الفائده وبنسوي قصص من الفائده. بنسوي مثلا انيميشن فيديو، بنسوي بوستات، صور معينه، ودائما احنا بنكابيتالايز على الواي وبنسوي قصه منها. النوع الثاني اللي هو احنا اذا واحد بده يجي على صفحتنا يتفاعل معنا عشان بده الخدمة تبعتنا، بس ممكن احتياجه للخدمة تكون مرة بالسنة او مرة بالعمر، فما عنده اي سبب انه يتفاعل على الصفحة تبعتنا. ولكن اذا احنا صرنا ننزل محتوى في قطاع عملنا، تذكر لما كنا نرصد المصادر اللي بقطاع العمل، فهلا رصدنا المصادر وصرنا اخذنا منها المعلومات وصرنا ننزل بشكل يومي معلومات جديدة في قطاع عملنا، هون احنا بنصير قائد فكر
في مجال عملي، فانت كريادي او عندك مشروع ريادي مهم جدا الهدف الاسمى تبعك انك تكون قائد فكر في مجال عملك، تعطي الناس معلومات جديده وتساعد الناس في قطاع العمل بدون ما تتدخل او تحكي عن المنتج او الخدمه تبعتك. اوكي ليش؟ لانه اذا هاي اول شيء بتزيد مصداقيه البراند تبعك اولا، ثانيا الناس بتعرفوا بيعرفوا انت مين بالضبط، ثالثا لما انت بدك تصير تبيع او تروج للمنتج تبعك الناس حيتقبلوه بشكل اسهل بكثير من انك تيجي من اولها تصير تروج لحالك. فمهم جدا انه احنا نكون قائد فكر في مجال عملنا. اخر نوع وهو اهم نوع اللي هو المحتوى الاجتماعي. اللي هو ايش انواع المحتوى الاجتماعي؟ انواع المحتوى الاجتماعي اللي هي انواع المحتوى الاجتماعي اللي هو التحية، السؤال، اكمل الفراغ، حكمة، مقولة، اسئلة واسئلة مغلقة مش مفتوحة. يعني مثلا بدل ما تحكي شو غداكم اليوم بدك تسأل سؤال احسن من هيك، انه هتتغدوا بالبيت ولا هتتغدوا برا. فهذا لما تعطيهم خيارين او ثلاثة هذا بيكون سؤال مغلق وبساعد بشجع التفاعل اكثر من السؤال المفتوح. هاي النقاط كلها بتساعد بتنظيم اذا عندك اعدادات صحيحة للبراند تبعك، عندك تفاعل ونشر صحيح للمحتوى تبعك. هلا بنيجي بعد كمان بكم من نصيحة في عندنا هون كاتبين كم شغلة. اوكي طيب، في عندنا شغلة اسمها القرين الافتراضي. دائما كل ما افتح حساب جديد على السوشيال ميديا قبل ما افتح بروح بسوي بحث. بدي افتح مثلا حساب لصيدلية، فمثلا بروح بدور على كل الصيدليات اللي موجودة عندي في البلد وفي الريجن وفي العالم اللي عندها تفاعل وتواجد صحيح على منصات الاعلام الاجتماعي، وبشوف بتعلم منهم ايش بسوي شغلات صح وباخذ منهم، بعدين بفتح وبنتج البراند تبعي. سوشيال بروف. السوشيال بروف هي شغلة مهمة، بحكي لك لما بتنزل بتنشر محتوى معين على صفحة تبعتك انك تنشره وترميه بس هيك ما بنفع. مهم جدا انه تنشره وتسوي شغلة اسمها سوشيال بروف اللي هي تتكون من ثلاث شغلات. اول اشي انه يكون بالمحتوى توجيه، بالبوست تبعك يكون في توجيه، باخر شيء تكتب مثلا الرجاع على مشاركة للبوست، او مثلا انه اذا تعتقد انه كلامي صحيح سوي لايك او كذا، ففي توجيه معين، او زور الموقع لتعرف على المزيد مثلا. ففي كول تو اكشن اول اشي. ثاني اشي انه يكون في يكون عندي انا مجموعة من الناس هذول زي اصحابي او بمون عليهم وعندهم جمهور كبير. كل ما نزل شغلة ببعث لهم الرابط تبع البوست تبعي بطريقة حلوة، اسألهم اذا هم حبوا البوست تبعي، هاي اخر منشور نزلناه، اذا عجبكم سووا له شير. الثالث نسيتها. ايش كمان القرين الافتراضي حكينا عنه وحكينا عن سوشيال بروف. هاري بس اللي عندي اليوم. انا بحب انكم تتواصلوا معي، اي حدا عنده اي سؤال، اي مشروع موجود هون عنده اي سؤال ممكن تتواصلوا معي. راح ابعت او راح اكتب الفيسبوك، رابط الفيسبوك تبعي على الفيديو عشان اي حدا ممكن يتواصل معي انا يعني بالخدمة، وما عندي اي مشكلة اني اساعدكم. وشكرا كثير على هالفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله.